يقول انا اخوي محكوم 15 سنه بسجن التالي تاج. يقول اخوي حاليا تعرض للاغتصاب. اخوه المحكوم انا ما راح اذكر اسمه الا هو يقول اسمه زين، وهو يريد الانتحار، اريد تاخذ حقني لان ما عندنا غير الله وانت. هسه انا لو ظل على ذيك المشكله ارحم سجين انسجن يطب مرض، شنو تهمته؟ ما لي علاقه بيها، بريء متهم ما لي علاقه بيه. لكن عندما تغتصب الرجال بالسجون قضيه والله العظيم قلبي قطر دم من اسولفها، قطر دم يعني عيب. انا ما لي علاقه بالحكم القضائي، انا ما لي علاقه القضاء صح قاتل ما قاتل، هاي مو شغلتي، هاي القضايا يفتصل بيها. ان حكم راح للسجن يغتصب بالسجن، انا هاي القضيه مع يعني قيل بها كثيرا ومن ايام طويله. هسا انا هذا شو ترد عليه؟ شوفوا لي اخويا ولد، وبعدين الولد مواليد 97 يعني. السلام عليكم. الو السلام عليكم. ابو رضا مو؟ نعم نعم استاذ نجم الله يحفظك حبيبي. ابو رضا انت وين اهلك؟ ابو رضا انا ببغداد. ببغداد. اخوك شو اسمه المحكوم؟ نعم. محمود جبر عبويد. محمود انت حضرتك حبيب؟ حبيب جبر عبويد. شنو قضية الاغتصاب اللي تعرض اخوك؟ اخي بس والله قبل ما تكمل. نعم. اجتنا معلومة عليه استاذ نجم، هو في سجن التاجي مواليد 97 كان بالاحداث. اي. وصار له 3 سنوات تقريبا 4 من جابوه السجن التاجي. ابن عمي داوم بالتسفيرات رايح عليه يشوفه لان تعرف ماكو مواجهه. اي. فهو مسولف له لابن عمي قايل لاني اغتصبوني جوا من ولد كبار يعني 4 5، قال له ما اقدر اقول يهددوني. اللي اغتصبوه سجناء؟ سجناء نعم نعم سجناء تاج النجم. يعني مسجونين وياه؟ قال له اغتصبوني، قال لي جاي يغتصبون بيه جاي يطون وانا ما اقدر احكي جاي يهددون بيه بس تحكي انكتلك. مو هناك فرق اللي مغتصبه. نعم. سجين وياه لو موظف. نعم بالسجن. نعم. لا لا نعم مو سجين وياه سجناء وياه. اي اي. فانا سويت رحت للسجن مال التاجي. اي. قابلت المدعي العام ما شاء الله له خير استاذ عمار. اي. قال لي تروح تقدم شكوى بمحكمة التحقيق، محكمة التحقيق رحت قالوا لازم تجيب لنا الأسماء. النوبة رحت لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان قالوا يعني ما حد استقبلنا، وين ما روح المسدود أبوشي. وهسه أخوي ذابينا بالمحجر ومهدد بالانتحار، يعني مهددهم بأنه بالانتحار، يعني هو محكوم. زين أنت أخوك 9 سنوات. أنت أخوك تعرض للقتل، للاغتصاب. ذبوه. نعم. بالمحجر ليش؟ ذبوه بالمحجر على مود هو قالهم ماني طلعوني من ذولا ذبوني محجر اريد ان وحدي. زين اخوك بلغ خلونا وياهم. حبيب بلغ المدير. اي. المدير مبلغ عنده علم والمدعي العام عنده علم ورحنا اشتكينا هسه بالتسفيرات بالشؤون مال التسفيرات شؤون التسفيرات خابروا على المدعي العام قالهم هي عندي هيك شكوى بس احنا نقلهم طلعوه من هذا السجن التاجي. ايش قصر ايش قصر كاميرات المراقبه ايش قصر من اشتكيتوا يا ابو رضا؟ صار شهر من اشتكينا وقلنا له استاذ يعني وين الكاميرات المراقبه هو هذا غير اصلاح يعني هذا سجين يعني هو تعرض للاغتصاب وهو ما زال حدث. نعم لا هو طلع من الاحداث. الاغتصاب تعرض. نعم. له بالاحداث لو بالتاجي. لا بالتاجي كبار كلش كبار وهو بالتاجي. ما يحكي بالتاجي. نعم. انا اشكرك. عندك شيء اخر ابو رضا؟ والله استاذ احنا نريد يعني من الجهات المعنيه من وزير العدل اروح فدوه لك يعني انا اريدهم يعني ياخذون حقي وبس يطلعونه من هذا السجن لانه هو حتى مهدد بالانتحار يعني اذا انتحر هسه هو انا منو اللي يوقف لي؟ هو هسه نقول هو يعني مذنب. انا قلت ما له علاقه بقضيه القضايا لكن انا الان اناشد السيد وزير العدل لانه هذه السجون يم وزاره العدل. والسيد ايضا مدير السجن اللي بالتاجي اذا سمحت لي انا اللي. نعم. اعرف به
انه السجون في داخل السجن، القفص اللي موجود او القاعة اللي موجودة بها السجناء بها كاميرات مراقبة، ويقال على حد قول هذا الشقيقة كما نقل له السجين الى ابن عمه انه تعرض للاغتصاب لاكثر من مرة. ليش ما تمت مراقبة الكاميرات؟ ليش ما ظهر يا سادة يا كرام عندكم هذه القضية بالكاميرات وكنتم انتم تطلعوها وتأخذون حق هذا اللي وليد استوى واصل 18 سنة وذولا متعرضين له بالاغتصاب؟ هسا أنا هاي القضية بيها شاهد، والأخ الآن تليفونه موجود يمنه، وأكو أيضا دعوة موجودة. ليش ما يتم حماية هؤلاء؟ ليش ما يتم مراجعة الكاميرات؟ وهسا الخطأ حصل، لكن يفترض أن يكون هنالك تفاعل أكبر.